لكم الحق أبناء مصر في أن تفخروا بأنفسكم وبوطنكم. فمعركة البناء والتنمية التي نخوضها اليوم جميعاً لا تقل في تحدياتها وقوتها عما واجهه الآباء والأجداد. بعدما مرت مصر بثورة 30 يونيو ونجاحها وعودة مصر للمصريين وخروجها من مرحلة حرجة في تاريخها، أصبح لدى المصريين إصرار على استكمال إنجاز 30 يونيو من تطوير وتنمية للدولة المصرية. وبعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، بدأ تطوير وتنمية مصر في كل المجالات وعلى كل المستويات. ومنذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيته للجمهورية الجديدة، فإن عجلة العمل والتطوير تقوم على قدم وساق، وقد نمر سريعاً على جزء بسيط. على مستوى الخارجية المصرية، نجحت مصر خلالها في الانتقال من مرحلة استعادة تماسك مؤسسات الدولة في الداخل إلى مرحلة فرض هيبة الدولة المصرية في الخارج. ولعبت الدبلوماسية المصرية دوراً مشهوداً في تنفيذ السياسة الخارجية التي حدد الرئيس السيسي ملامح بوصلتها بوضوح ودقة وثقة. وعادت مصر لمكانتها كقوة كبرى لها مكانتها وسط جميع دول العالم بفضل السياسة الخارجية الحكيمة والرشيدة وإقامة علاقات متوازنة مع جميع دول العالم في إطار قائم على الندية وتحقيق المصالح المشتركة وتوظيف العلاقات الطيبة مع الدول لخدمة التنمية في مصر. ونذهب الآن إلى جزء المشروعات الكبرى والإنجازات. مشروع قناة السويس الجديدة هو مشروع لتطوير وتوسعة قناة السويس، يشتمل على تفريعة جديدة بطول 35 كيلومتراً، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات المرة والبلاح بطول 37 كيلومتراً، ليصبح الطول الإجمالي للمشروع كممر ملاحي مزدوج 72 كيلومتراً. وقد تم افتتاح المشروع في أغسطس 2015 وبدأ العمل في 5 أغسطس 2014، وشارك فيه أكثر من 45,000 عامل وموظف مصري، بالإضافة إلى أكثر من 250 شركة مقاولات مصرية ودولية بتكلفة وصلت لحوالي 8 مليارات دولار. العاصمة الإدارية الجديدة هي مشروع ضخم لإنشاء مدينة إدارية جديدة في مصر، تقع في محافظة القاهرة الجديدة على بعد 60 كيلومتراً شرق القاهرة. تم الإعلان عن المشروع في 2015 وبدأ العمل فيه في 2016. تبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة 714 كيلومتراً مربعاً، وهي مقسمة إلى 24 حياً، وتضم العديد من المباني الحكومية والشركات والجامعات والمدارس والفنادق والمراكز التجارية والمستشفيات وغيرها من الخدمات. مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية هو مشروع ضخم يهدف إلى إنشاء محطة لتوليد الطاقة النووية في مصر، وبدأ العمل في المشروع عام 2018 ويقع في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح. مشروع تطوير التعليم والصحة هو مشروع ضخم يهدف إلى تحسين جودة التعليم والصحة في البلاد، بدأ العمل في المشروع في عام 2016 ويشمل العديد من المبادرات مثل إنشاء مدارس وجامعات جديدة، تطوير المناهج الدراسية، توفير الوسائل التعليمية الحديثة، زيادة أعداد المعلمين والأطباء والصيادلة. هذه بعض الإنجازات والمشروعات التي حدثت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر. فمصر تتطور بشكل سريع وملحوظ، وما زالت الدولة المصرية تنشئ مشاريع كبرى، متطلعين لمزيد من التقدم والازدهار.